بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. احنا كنا نتكلم في فروق الصيغ، وهو باب بالغ الدقة، لا أقول بالغ الغموض، لأن الفطرة البيانية التي أسكنها الله سبحانه وتعالى في كل نفس إنسانية تستطيع أن تتبين هذه الفروق إذا ركزت وتيقظت وتنبهت وتدربت. وهو من الضرورة، يعني احنا كنا في الدرس الذي مضى بنبين الفرق بين الحبيب أنت وأنت الحبيب. والشيخ عبد القاهر رجل عالم رباني بالغ العلم في العقائد، وبالغ العلم في الفقه، وبالغ العلم في النحو، وأسس علم البلاغة، يعني شيء، يعني إنسان ربنا سبحانه وتعالى أفاض عليه. هو أشعري بالغ عالم عارف فقيه إلى آخره، فكان دايما يأتي بالصيغ التي تلتبس، وكان عنده قدرة على تبين الفروق بين هذه الصيغ. يعني حينما يتبين معنى جملة الحبيب أنت، وأن معناها أنك ومن تحب شخص واحد، الحبيب أنت، الحبيب أنت، تأملها أنت كده بتجد إن أنت خبر عن الحبيب، يعني أنت الحبيب والحبيب هو أنت، الحبيب أنت، تجد إن كلمة أنت ده الذي أريد أن ألفت إليه، هو أن الفطرة البيانية تستطيع أن تدرك غوامض اللغة. وأنت الحبيب شيء آخر. أنت الحبيب ليس معناه أنك أنت والحبيب شيء واحد، وإنما كلمة أنت الحبيب معناها أنك أنت الذي انعقدت كل محبتي عليه. أنت الحبيب معناه أنت الذي انعقدت كل محبتي عليه. الحبيب أنت، أنك أنت وأنا شيء واحد. أنت الحبيب، أنت الذي انعقدت كل محبتي عليه، ويا بعد ما بينهما، ويا بعد. وأنا كنت دايما أحاول إن أنا أجد أشباه هذه الصيغ في الكتاب العزيز، لأن احنا مع الإعجاز. تفهم كلامي؟ عبد القاهر يريد أن يعرج بي
إلى الأمر الخارق في كلام الله. فاستصحبني ومعي ومعه الحبيب وأنت وأنت الحبيب. أنا ماذا قلت؟ قلت إن عبد القاهر أراد أن يعرج بي إلى الأفق الذي أدرك فيه الشيء الذي جعل ما بين الدفتين معجزا، الشيء الذي أدرك الشيء الذي جعل ما بين الدفتين معجزا. أنا بأشتغل في برهان نبوة سيد الثقلين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإعجاز هو برهان نبوة سيد الثقلين، وأنا بأشتغل. والشيخ عبد القاهر العالم الرباني من أهل العرفان، وما أدراك ما أهل العرفان؟ أنا قلت إيه؟ يستصحبني بجملة ناعمة لطيفة، الحبيب أنت وأنت الحبيب، ليرتقي بي إلى أفق الإعجاز. لازم تفهم هذا جيدا، لازم تفهم هذا جيدا. وأنا لما قرأت هذا يعني أردت أن أتبين نظائره في الكتاب، فوجدت آيات الفروق بينها أدق وأغمض من الفرق الذي بين الحبيب وأنت وأنت الحبيب. فمثلا قوله تعالى في سورة البقرة: إن هدى الله، أنت فاهم كلامي؟ إن إيه؟ وقوله في آل عمران: إن الهدى، لماذا جاء هنا إن هدى الله وجاء هناك إن الهدى هدى الله؟ شفت ازاي؟ لماذا جاء نظرت في كلام أهل العلم، لأننا أتهيب أن أتحدث في الكتاب العزيز في معاني الكلام العزيز، في معاني كلام الله، إلا مستضيئا بكلام العلماء، حتى لا أقول في كلام الله معنى لا يرضاه. وده أمر مخوف جدا، أمر مخوف إنك أنت تتكلم في كلام الله تستخرج معنى لا يرضاه، أو تسقط معنى هو مقصود الحق جل وتقدس. ولذلك هذه الصعوبة، هذه الدقة ضبطت مناهج علماء المسلمين في اللغة. هذه الصعوبة اللي هي المخافة من أن تقول في كلام الله ما لا يرضاه، أو أن تسقط من كلام الله ما هو جزء من مراده. جعلت العلماء يتهيبون، يعني جعلت العلماء يزيدون في التدقيق، يدققون ويزيدون في التدقيق، لأن القاعدة التي في الحبيب أنت وأنت الحبيب ستنتقل إلى هدى الله هو الهدى والهدى هدى الله، ستنتقل إلى هناك. فلا بد أن تكون متقنة مدققة جدا جدا، حتى إذا ولذلك وأنا كنت في بداية الطلب إلى العلم مثلا أجد كلاما كثيرا جدا جدا يؤكد أن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي يفيد التوكيد. زيد يفعل آكد من يفعل زيد. يا ربي إيه الكلام ده كله؟ ليه التعب ده؟
وليه ما احنا في شاهدين ثلاثة أربعة؟ إنما أجد أن العلماء يذكرون الشواهد ويرجعون إلى الفطرة ويرجعون إلى كلام الناس وأشياء كثيرة جدا جدا جدا. وبعدين تنبه إلى أنها ستنتقل من كتب البلاغة إلى الله يستهزئ به. وإذا قلت في أن لفظ الجلالة قدم على يستهزئ للتوكيد، وهذا وتقديم اللفظ الجلالة لا يفيد التوكيد، أكون أنا كذبت في بيان مراد الله. إذا قلت أنا أن تقديم لفظ الجلالة في الله يستهزئ بهم يفيد التوكيد وهو لا يفيد التوكيد، وأن الحق لم يقل الله يستهزئ بهم ليؤكد هذا المعنى، أكون أنا إيه؟ كذبت على الله. والله يبسط الرزق، إن لفظ الجلالة قدم للاختصاص لأنه لا يبسط الرزق إلا هو. وجدت أن وجود المصحف في مخيلة العلماء جعلهم يبالغون في التدقيق ويكسرون من الشواهد ويكسرون من الأخبار ويكسرون ويكسرون. ولذلك أرى أنه لا يقوم مقام مناهج علمائنا في تحليل لغتنا إلا الذي وضعه هؤلاء العلماء، لأنهم وضعوه هذا بين أيديهم. ولاحظ أن أدق منهج لتحليل الشعر هو منهج تحليل التفسير، لأن الشعر لسان عربي مبين ومنهج التفسير لسان عربي مبين. فإن أردت أن تصيب دقائق ما في الشعر من خواطر ومعاني فاسلك سبيل تحليل ولذلك لما كنت مثلا بأدرس أحيانا الشعر الجاهلي أحيانا كنت أطلب من الطلاب أنهم يدرسوا كتب التفسير ليستعينوا بها على تحليل الشعر، لأن دي مناهج متقنة كما قلت لكم إلى آخر. طيب نرجع بقى لآية آل عمران وآية البقرة. وجدت علماءنا الكرام رحمهم الله يقولون إن هدى الله ها إن إيه؟ تأملها أنت كده، تأملها. إن هدى الله هو الهدى، إن هدى الله هو الهدى المراد بها تحويل القبلة، لأن تحويل القبلة كانت هدى الله. ومن أجل أن تكف الآية ألسنة الناس عن الحديث في تحويل القبلة قالت لهم إن هدى الله اللي هو إيه؟ إن هدى الله اللي هو إيه؟ إن هدى الله اللي هو إيه؟ هو الهدى. خلاص انتهت المسألة. أما آية ولذلك تجدها مسبوقة بإيه؟ اللي هي بتاعت آية البقرة 120. لا 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 آية 120 فيها إيه؟ ولله المشرق والمغرب، شيء كهذا يعني، شيء كهذا. وإن الهدى هدى الله، الهدى هدى الله، في حاجة أنا أحس أو أتمنى إنك تجتهد في أن تجدها بنفسك. ها إن إيه؟ إن الهدى كم مرة أنت مع نفسك حتجد إن المراد بها الدين، وأن الدين لله، وأن الهدى هدى الله، وهكذا. مثلا وجدت العلماء بعض أهل العلم اتخذ إلهه هواه، اتخذ إيه؟ أهدي إلهه هواه زي الحبيب أنت وأنت الحبيب، تفهم كلامي؟ ها؟ اتخذ إيه؟ إلهه هواه. وجدت إن بعض أهل العلم الأذكياء يقولون الآية فيها قلب،
القلب ازاي؟ قال المزموم هو من اتخذ هواه إلهه، جعل هواه إلهه، والمحمود هو من جعل إلهه هواه، لأن جعل إلهه هواه يعني جعل هواه على وفق أمر الله ونهيه وأنعم به، جعل إيه إلهه، جعل إلهه هواه يعني صير هواه على وفق أمر الله ونهيه وأنعم به، وأنعم بذاك الذي جعل هوى نفسه، تاني، وأنعم بذاك الذي جعل مع أمر الله ونهيه. فكل ما أمر الله به هو حبيب إلى نفسه هو هواه، وكل ما نهى الله عنه هو بغيض إلى نفسه وهو إلى آخر. بجد الفقه الحبيب الدقيق للكتاب العزيز هو تأمل في الصيام. الفقه الدقيق للكتاب العزيز هو ووجدت أن العلم القليل مع التأمل الكثير هو الذي يهدي. أن الإيه؟ إنما العلم الكثير بدون تأمل هو ببغاء وتحكي بيقال، بس بشرط أن تحذر أن التأمل بتاعك يكون تأمل عالم درب على التأمل وطال تدريبه على التأمل وله طبع وطالت ملازمته لصيغ العربية. المسألة مش مسألة سهلة، التأمل العودة إلى النفس. الشيخ عبد القادر كان يقول والعودة إلى النفس، وأنا شرحت هذا كثيرا جدا وقلت لكم إن الكتابة إن الذي بين جنبيك أصدق إنباء من الكتب، بس الذي بين جنبيك ده مش وأنت نايم، مش الذي بين جنبيك وأنت متكئ على أريكتك، الذي بين جنبيك وأنت لا تنام عن طلب العلم، الذي وأنت وبعدين الذي بين جنبك ترجع إليه بقى عبد ما شاب فوداك، مش لسه وانت عايل اشتغلت شهر شهرين وقلت الذي بين جنبي، الذي بين جنبك لسه طفل بقى ما نماش، إنما حاول أنت إلى آخر إلى آخر. فهذا هو الربط، وهذا هو العلم الدقيق لفقه الكتاب، والعلم الدقيق لفقه الكتاب يعني العلم الدقيق لفقه دين الله. لم يستخرج الفقهاء أحكام الفقه إلا من دقائق الفروق التي بين الصيغ، زي ما قلت لكم أنا لما قرأت أن بعض الكرام بيقولوا يا سيدي فمن اتخذ إلهه هواه، ده جاءت في مقام الذم، إن الله يذم من لا هو هواه، يقول لك لا، ده انت لو تأملت هتجد فيها معنى تاني، لأن الذي اتخذ إلهه هواه هو الذي سير أمر ربه ونهيه، المفهوم من كلمة إلهه هو الذي سير إلهه يعني أمر ربه ونهيه على وفق هواه، زي سيدنا عمر ما كان يقول يعني أنا اجتهدت حتى يكون هوى نفسي مع قضاء الله وقدره، اللي هو الرضا بالقضاء والقدر إلى آخره. فوجدت ذكاء شديد جدا جدا، مع أن جمهور العلماء فهموا الآية الكريمة على أنها ذم، فمن اتخذ إلهه هواه، ثم وجدت هذا المعنى الجليل الآية تحتمله، ثم وجدت هذا المعنى الجليل إلى آخر. فلما وقف عبد القاهر تاني عند الحبيب وأنت الحبيب، من شأن أهل العلم
الصدق والإخلاص. فوجد إن كلمة أنت الحبيب يمكن أن تلتبس بكلمة أنت الشجاع. ها أن كلمة إيه؟ ها يمكن إيه؟ لأن أنت، لأن الصيغة واحدة، والحبيب والشجاع معرب بالألف واللام، يبقى المعنى واحد. فوقف عندما يشتبه ويلتبس، وده شأن أهل العلم أنهم لا يقفون عند الظاهر، لأن الظاهر يدركه العامة وبعض الخاصة، إنما إدراك ما يلتبس هذا شيء لا يدركه إلا من أوتوا، إلا من أوتوا من لدنه علما، خاصة الخاصة. وقال لا تظن. طيب شوف أنا بيبهرني صدق العلماء في عرضهم للقضايا أكثر مما يبهرني حديثهم في القضايا. أنا إيه؟ يبهرني، يروعني ويروقني ويعجبني جدا جدا صدق أهل العلم، وأنهم يجتهدون في نفعنا. لأن عبد الخير بيجتهد هذا لمين؟ اجتهد هذا لمين؟ للأجيال من بعده. احنا الان بنتحدث في هذا ونستقي من هذا. فلما عرض فكره ان انت الحبيب ممكن ان تلتبس بانت الشجاع، وقف. وايه بقت؟ انا قلت يروعني وما يروعني. ليه؟ لماذا قلت هذا؟ لان عبد القاهر يقول يا ترى أنت الحبيب نقرنها بأنت الشجاع، ولا نقرنها بزيد المنطلق؟ ما هو دي دلالة ودي دلالة. زيد المنطلق يعني أن انطلاقا قد كان، والمخاطب لا يعرف ممن كان، فقيل له زيد الذي كان منه الانطلاق المعين المعروف المحدد المعروف. إنما أنت الشجاع يعني أنت الذي تتمثل فيك الشجاعة. ما في الشجاعة معينة معروفة زي الانطلاق، وإنما أنت الذي تتمثل فيك معنى هذه الكلمة. يا ترى هو أنت الحبيب تدخل مع زد المنطلق، ولا تدخل مع أنت؟ شفت إزاي؟ والاثنين أدق من بعض وأغمض من بعض. وأنت الحبيب لا تصلح لا مع هذه ولا مع هذه، وهو ده اللي انتهى إليه البحث، انتهى إليه كلامه، أنها لا تقرن بي أنت الشجاع، ولا تقرن بي زيد المنطلق. إنما عرض المسألة، عرض المسألة. أما هو فين الولد داود؟ أنت معك الكتاب داود؟ انت مش كنت تقرأ لنا قبل كده؟ ولا انت عبد الله مين اللي كان بيقرا؟ ها انت زي بعض. خليك يا داود انت. ما انا قلت لك ان داود ده ما يبدو ان جاركم كان اسرائيلي. ها جاركم كان اسرائيلي. اقرا. ها بسم الله الرحمن الرحيم. وها هنا شيء يجب النظر فيه. شوف ايوه ها. وها هنا شيء يجب النظر فيه، وهو أن قولك أنت الحبيب كقولنا أنت الشجاع. يا سيدي احنا أنا بقول إن علماء الأمة يعني أنا قرأت هذا في حديث، بس ما أعرفش، نسيت مصدره ولا حققت الحديث. أن علماءنا كأنهم أنبياء لم يوحى إليهم. قلت أنا كده ليه؟ لأن أنا لما أقول هنا شيء يجب النظر إليه، هو كذا 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 كذا. اقرأ، شفت المعنى اللطيف اللي كان في ذهني. اقرأ تانية. وها هنا شيء يجب النظر فيه، وهو أن قولك. شفت خدر، أنا لما بقرأ العالم هنا شيء يجب النظر فيه بحس بأمانة شديدة جدا.
وأنه بيتحرى الخفايا الغوامض ويعرض لها ويجهد نفسه في بيانها من أجل الناس ومن أجلنا. طب ما كان يوم ما كان يهنكر بكلمتين فرغين زي احنا ما احنا عايشين في جو الهنكرة ده، ما كان ممكن لو هنا يجب النظر فيه والغوامض دي يريح نفسه ويهنكر زي احنا ما بنهنكر. فاهم من كلامي؟ انما دي ناس عرفت الطريق المستقيم وعرفت ان الهجس والهنكرة اللي احنا ماشيين فيه ده لا يؤدي الا الى الخراب والدمار، فصدقوا مع أنفسهم وصدقوا في خطاب أجيالهم فكانوا من خير الناس. وهنا شيء يجب النظر فيه، ما هو بقت هذا الشيء؟ وهو أن قولك أنت الحبيب كقولنا أنت الشجاع يريد أنه الذي كملت فيه الشجاعة أم كقولنا زيد المنطلق؟ أم كقولنا، يعني يا ترى تضع أنت الحبيب مع أنت الشجاع ولا مع ايوه عظيم جدا. يلا ها. ها. انا اجيب وبعدين نقرا. هو يقول انها لا تصلح ان تكون مع انت الشجاع. ليه؟ لان انت الشجاع معناه ان الذي كملت فيك معاني الشجاعه، وأنت الحبيب مش أنت الذي كملت فيك معاني المحبة. شفت؟ خد بالك، أنت الحبيب، أنت الشجاع، يعني أنت الذي إيه؟ إنما أنت الحبيب، لاحظ أن الحبيب هنا بمعنى المحبوب، فاعل بمعنى إيه؟ مفعول. والمحبوب المفعول لا يوصف بالفعل، وإنما الذي يوصف بالحب هو المحب وليس المحبوب. الذي يوصف ايه بالحب هو مين؟ هو المحب، لان المحبوب وقع عليه الحب بخلاف الشجاع، فهذا شيء اخر. فصفة الشجاعة قائمة في الشجاع في قولنا انت الشجاع، وصفة المحبة ليست قائمة في الحبيب في قولنا انت الحبيب، لان الذي في الحبيب وقع عليه المحبة ولم تقم به المحبة، وإنما هو مفعول وقعت عليه المحبة. شفت ازاي؟ وبذلك بان انها غير، شفت الصيغ؟ شفت الصيغ؟ كم ممكن تقول يا عم كله زي بعضه؟ وهي يعني انت حتقعد تبحث لنا وتقعد تقرفنا وتقعد تبين لنا فروق وما فيش فروق؟ ما هو ده التخلف يا بابا، ما هو ده التخلف يا بابا. انما التدقيق الدقيق، العقل الذي يدقق في الفرق بين انت الشجاع وانت الحبيب، هو الذي يدقق في الفرق في امور الحياه كلها. ان كان سياسيا دقق بهذه العقليه في الفروق بين القرارات، إن كان صانعا دقق بهذه العقلية في الفروق بين كذا، إن كان عالما باحثا معمليا إلى آخره. المهم تكون عقل يحسن التدقيق. تكون إيه؟ وبعدين يباشر ما يشاء، يباشر تجارة، يباشر صناعة، يباشر علم، يباشر رياضة، يباشر كذا، يباشر كذا. المهم العقل الذي يتكون على أساس النظر الدقيق الصائب الذي لا تلتقي، الذي لا يقبل أن يجمع بين المختلفات، وإنما هو العقل الذي يفرق بين المتشابهات. إذا فرق عقلك بين المختلفات فكل الناس تفرق بين، أما العقل الذي نريده والذي به تتقدم البلاد والعباد، هو العقل الذي يبين الفرق بين المؤتلفات. هو الذي يتحسس ويتدسس ويقول لي والله أنت الشجاع ده بتعطي دلالة، وأنت الحبيب بتعطي دلالة، وأنت أنت الحبيب الفعل واقع على الحبيب،
وأنت الشجاع. الشجاعة واقعة صفة للشجاع. فرق بين من هو موصوف بالشجاعة وبين من وقعت عليه الشجاعة أو ما من وقع عليه. شوف أدي الكلام. فأمثال هذه الفروق جيدة جدا في تكوين العقل وفي تكوين المواطن وفي تكوين الإنسان الصالح لعمارة الكون وتكوين الإنسان الصالح لعمارة الحياة. ولذلك العربية كانت بخوافيها ودقائقها وغوامضها كانت أمرا عجيبا جدا جدا. يسرها الله للذكر وأنزل كتابه بها. والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه للناس كافة وأرسل محمدا للناس كافة، وهو الذي قال ما أرسلنا من رسول إلا ثم أرسل محمدا بالعربية لكل. فأومأ هذا الإيماء إلى أن هذه العربية أقرب الألسنة إلى كل إلى الفطرة البانية التي أسكنها الله وهكذا. تتأمل تنفسح أمامك الرؤى، تنفسح أمامك الرؤى وتغمض وتهمل عقلك فتجد كل شيء يموت مع وهج العقل. كل شيء يتوهج ومع ضيق الأفق كل شيء يموت. وده الفرق بين التقدم والتخلف. يلا اقرب خلاص هذا الفرق بينهم. توكل على الله اقرب. وإذا نظرنا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا أنت الشجاع، لأنه يقتضي أن يكون المعنى أنه لا محبة في الدنيا إلا ما هو به محبيب. أيوة، زي لا شجاعة في الدنيا إلا هو ما به شجاع. يعني أنت الشجاع يعني أنت الجامع لكل العناصر التي يكون بها الشجاع شجاعا. أنت الحبيب مش كده، مش معناها أنت الجامع لكل العناصر التي يكون بها المحبوب محبوبا. ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو إيه؟ وإنما المراد أن محبتي كل محبتي منعقدة عليه. هذا هو. ولذلك فروق الصيغ وبيان الفروق بين المعاني هو ده الأساس. يلا. كما أن المعنى في هو الشجاع أنه لا شجاعة في الدنيا إلا ما تجده عنده وما هو شجاع به، وذلك محال. وأمر آخر وهو أن الحبيب فعيل بمعنى مفعول، فالمحبة إذن ليست هي له بالحقيقة. طبعا أنا وقفت عند الأخيرة دي وما وقفتش عند الأولى لأن الأولى زهرة. أنت الشجاع يعني أنت الذي توفرت فيك كل الصفات التي إذا توفرت في إنسان قلنا عنه إنه هو شجاع وكأن غيره ليس شجاعا. إنما أنت الحبيب مش كده. أنت الحبيب يعني أنت الذي انعقدت محبتي عليك، مش المقصود إنك أنت كل ما به يكون المرء محبوبا متوفر فيك، زي ما كل ما به يكون المرء شجاع وهكذا. يلا. وأمر آخر وهو يا سادة، أنا رغبتي في أن أعلم من حولي كيف يقرؤون أكثر من رغبتي في أن أعلمهم العلم. لأنك إذا علمت من حولك كيف يقرؤون كلام العلماء يبقى انتهت المسألة، يبقى هو حيستمر ويقرأ ويستفيد أكثر. إنما إذا أنت علمت المسألة وما علمتوش كيف يستخرج المسألة من كلام العلماء يبقى أنت لم تعلمه شيئا. إذا علمته المسألة ولم تعلمه كيف يستخرج المسألة من كلام العلماء يبقى أنت لم تعلمه شيئا، إنما أنت حفظته ولقنته. إنما إن كنت صادقا في محبتك له فعلمه كيف يستخرج المسألة من كلام العلماء ثم دعه استخرج أو لم يستخرج وهكذا المسألة. فهذه المسألة طريق التقدم واضح وطريق التخلف واضح وطريق الحق واضح وطريق الباطل واضح والكذب بين والصدق بين وكل شيء تحت الشمس الساطعة. بس احنا اللي احنا بنغمض عيوننا. يلا يلا.
وأمر آخر وهو أن الحبيب فعيل بمعنى مفعول، فالمحبة إذن ليست هي له بالحقيقة. نعم، وإنما يعني هي صفة، مش صفة المحبوب، مش صفة الحبيب، إنما هي صفة المحب. هي صفة المحب. يلا. وإنما هي صفة لغيره قد لابسته وتعلقت به تعلق الفعل بالمفعول. ماشي. والصفة إذا وصفت بكمال برضك أنا ما بأملش من النظر لمجهود أهل العلم. كاتب ده ليه؟ لمين كاتبه؟ لي ولك؟ ده من 500 سنة، من أكتر، من هو توفي سنة 474، يعني أكتر من 1000 سنة كتب للأجيال، لإخلاص العلماء لمن لأجيالهم، جعلت هؤلاء يحررون دقائق العلم ولا ينامون ويجتهدون ويستخرجون لتنتفع الأجيال من بعدهم. ما دامت هذه العربية في ألسنة الناس فسوف يظهر هذا الكتاب بين أيدي الناس. فكرتني أنا مرة كنت حاضر مؤتمر كذا، وفي شوية هلفيت من بتوع التنوير دولة، تفهم كلامي؟ فواحد بيقول لي إيه، ماذا بقي للناس من علم عبد القاهر؟ قلت له بقي علمه كله ما بقيت العربية في ألسنتنا. يغيب علم عبد القاهر حين تغيب هذه العربية عن ألسنتنا، وحين يغيب المصحف، وحين يغيب بهذا. وهو كذلك، ما هو دي خطورة إنك تزحزح. ليس هناك اعتراض من عاقل على أن تقرأ ما يقول الناس لتعرف ما يقولون، لا لتكرر ما يقولون. ليس هناك اعتراض من عاقل على أن تعرف كيف يفكر الناس لتعرف كيف يفكرون، لا لتفكر كما يفكرون. حين تتعلم كيف يفكرون لتفكر كما يفكرون فأنت عبد لا قيمة لك، وحياتك باطلة لأنك ببغاء لا قيمة لك. قيمتك بمقدار اقتناعك بهذا العقل، وبأن يكون لك فكر، وبأن يكون لك رأي. انظر كيف يفكرون، كيف فقط، لا لتفكر كما يفكرون. وانظر ماذا يقولون، لأنك حين تقول ما يقولون فأنت ببغاء لك، ببغاء إنسانية. ما هو ربنا ما خلقش ببغاء، خلق ببغاء لا شك، إنما أنت أبيت إلا أن تدخل في حالة بإنسانيتك وكرافتك وعظمتك، أردت أن تكون ببغاء بكرافتك. تفهم كلامي؟ أردت أن تكون، أبيت إلا أن تكون ببغاء بكرافتك، فدي قضيتك أنت، حر، أنت حر. بس فهذا هو الطريق، يعني هذا هو الطريق. يلا. والصفة إذا وصفت بكمال وصفت به على أن يرجع ذلك الكمال إلى من هي صفة له. نعم، حط خط تحت العبارة دي، عبارة منقاة، عبارة منقاة. والصفة والصفة إذا وصفت بكمال وصفت به على أن يرجع ذلك الكمال إلى من هي صفة. شفت، على أن يرجع ذلك الكمال. أنا انتهى عمري 80 سنة ما أعرفش أجيب العبارة دي، ما أعرفش أجيب العبارة دي. عيدها تانية، عيدها تانية، عيدها تانية. والصفة إذا وصفت بكمال وصفت به على أن يرجع ذلك الكمال إلى من هي صفة له. شفت 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 الكلام، شفت. عشان كده بفتكر أنا حكيت النبوة، ورثت النبوة، بفتكر أنا حكيت إرثهم لنبوة رسول الله. لأنك أنت تجد في 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 حديث رسول الله ذكاء إنسان لا حدود له، ذكاء لا حدود. وممكن هذا الذكاء يدلك عليه أو يكون في كلامه، في 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 اختيار لفظة دون لفظة، في اختيار ايه، وهكذا وهكذا. يلا. واذا كان كذلك بعد ان تقول انت المحبوب على معنى انت الكامل في كونك محبوبا، كما ان بعيدا وان جاء بعد كده. واذا كان كذلك
وإن جاء شيء من ذلك جاء على تعصف فيه. يعني هو قال لك يعني أنت كونك أنت المحبوب دي لا يمكن أن يكون معناها أنت الكامل في كونك محبوبا، زي أنت شجاع الكامل في كونك شجاعا. قالوا أحيانا تجد جملة تلتبس عليك وتظن أن معنى أنت المحبوب الكامل في كونك محبوبا، وذلك إذا قلت أنت المظلوم، يعني الذي لم يقع الظلم على أحد كما وقع عليه، الذي لم يقع ظلم. فهي وإن أفادت الكمال في وقوع الظلم فليست كالكمال في الشجاعة، لأن وقوع الظلم لا يعني أن الظالم قد وصف بغاية الظلم، لا يعني، كما أن الشجاعة يعني أن الشجاعة وصف بغاية وهكذا. يلا. وإن جاء شيء من ذلك جاء على تعصف فيه وتأويل لا يتصور هاهنا، وذلك أن يقال مثلا زيد هو المظلوم على معنى أنه لم يصب أحدا ظلم يبلغ في الشدة والشناعة الظلم الذي لحقه، فصار كل ظلم سواه عدلا في جنبه، ولا يجيء هذا التأويل في قولنا أنت الحبيب. نعم. لأننا نعلم أنهم لا يريدون بهذا الكلام أن يقولوا إن أحدا لم يحب أحدا محبتي لك. نعم. وأن ذلك قد أبطل المحبات كلها حتى صرت الذي لا يعقل للمحبة. هذا غير براء، هذا غير داخل في دلالة العبارة، هذا غير داخل في دلالة العبارة. هاتني بقى 313 كده. وإذا كان كذلك بان أنه لا يكون بمنزلة أنت الشجاع. أيوة. تريد كما هو بيقول يا ترى أنا أنت الحبيب، خليها مع أنت الشجاع ولا مع زيد المنطلق، بان أنها لا تصلح مع عظيم جدا ولن تصلح مع زيد المنطلق. ليه؟ لأن أصله مع زيد المنطلق انطلاق واحد معين محدد أسند إلى زيد، وليس فيه معنى أن هذا الانطلاق يتكرر، وليس بخلاف أنت الحبيب، فإن فيه كما قال هو طرف من الجنسية، يعني أن محبتي بتمامها وكمالها انعقدت عليك. هذا المعنى غير ليس موجودا في زيد المنطلق، لأن زيد انطلاق معين قد كان وانتهى الأمر. فهذا هو الفرق بين زيد المنطلق وأنت الحبيب، لأن الحبيب معناها فيه كما قال طرف من الجنسية. المنطلق مش جنس، المنطلق هنا انطلاق معين محدد عهد، المنطلق الألف واللام للعهد، إنما الألف واللام في أنت الحبيب للجنس. يلا. وده أغمض من الذي مضى. وإذا كان كذلك بان أنه لا يكون بمنزلة أنت الشجاع تريد الذي يتكامل الوصف فيه، إلا أنه ينبغي من بعد أن تعلم أن بين أنت الحبيب وبين زيد المنطلق فرقا. نعم. وهو أن لك في المحبة التي أثبتها طرفا من الجنسية من حيث كان المعنى أن المحبة يعني أنت يعني طرف من الجنسية معناها جنس محبتي لك، معناها ايه؟ جنس محبتي لك، وده غير موجود في المنطلق، لأن الآل ألف واللام في المنطلق للعهد انطلق معين، وهذا واضح. يلا. وهو أن لك في المحبة التي أثبتها طرفا من الجنسية من حيث كان المعنى أن المحبة مني بجملتها مكسورة علي. يبدل الجنسية، جنس محبتي مكسور علي.
ولم تعمد إلى محبة واحدة من محباته. معينة زي ما عمدت إلى انطلاق واحد من الانطلاق. يلا. ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك أنت الحبيب أنك لا تحب غيره وألا محبة لأحد سواه عندك؟ نعم. ولا يتصور هذا في زيد المنطلق لأنه لا وجه هناك للجنسية، إذ ليس ثم إلا انطلاق واحد قد عرف المخاطب أنه كان واحتاج أن يعين له الذي كان منه وينص له عليه. فإن قلت زيد المنطلق في حاجتك رجعنا. شفت الذكاء الرائع ده؟ مش أنا بقول لكم أحيانا بتروعني ذكاء العالم أكثر مما تروعني المسألة العلمية التي يتكلم فيها. إحنا عرفنا المنطلق ده انطلاق معين وأنه لا ليس فيه شيء من معنى الجنسية، بخلاف أنت الحبيب فإن في الحبيب معنى جنسية محبتي. لو قلت أن زيد المنطلق في حاجتك يبقى لم يعد انطلاقا معينا، وإنما كان الكلام أن الشأن فيه أنه ينطلق في حاجتك. فإذا قلت زيد المنطلق في حاجة عمرو يبقى هنا معنى الجنسية واضح، لأن جنس انطلاقه في حاجة عمرو وأن ذلك لا يقع منه مرة، كما أن الانطلاق وقع مرة، وإنما هذا مما يتكرر منه. الشأن فيه أنه ينطلق في حاجة عمرو. شفت إزاي؟ شفت كيف تتغير العبارة بإضافة جر ومجرور. شوف زيد المنطلق توقف عند معنى معين ومتحجر عنده ولا تقبل أن تتزعزع، فلما أضفت إليها جر ومجرور في حاجة عم خلاص انفتحت وقبلت أن تتكرر إلى آخر. يلا. فإن قلت زيد المنطلق في حاجتك تريد الذي من شأنه أن يسعى في حاجته. خلاص. عرض فيه معنى الجنسية حينئذ على حدها في أنت الحبيب. نعم. وها هنا أصل يجب أن تحكمه، وهو أن من شأن أسماء الأجناس كلها. لا خلاص، وها هنا أصل دي خلاص انتهينا على كده. الحمد لله رب العالمين، وربنا تقبل منا جميعا وأنفعنا بما علمنا. اللهم آمين.